بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قداسة البابا فرانسيس. الحضور الكريم. باسمنا وباسم جميع أهل البحرين الكرام. يسعدنا أن نرحب بقداستكم. في مملكه البحرين ضيفا كريما عزيزا وان نعرب لكم عن اعتزازنا بزيارتكم المباركه والتاريخيه لارض الحضارات العريقه الممتده عبر التاريخ في بلد التسامح والتعايش والسلام متمنين لكم وللوفد المرافق طيب الاقامه وإننا على ثقة بأن زيارتكم هذا التي تعنى لنا الكثير لما لكم من مكانة رفيعة وتقدير عظيم في العالم أجمع ومساع مباركة ومقدرة تحظى بالقبول والرضا على الدوام ستترك أثراً معنوياً وروحياً كبيراً على نفوس محبيكم في منطقه الخليج والعرب والعربيه فقداستكم تتمتعون بخصار شخصيه كريمه وفريده وسمات قياديه رفيعه وايمانا جلي نشارككم اياه بدور الحوار والتواصل بين اهل الاديان السماويه الذين تجمعهم رساله التوحيد واعلاء كلمه الحق والعزم على الاصلاح ويطيب لنا بهذه المناسبه ان نسجل تقديرنا الكبير لدوركم المؤثر والمشهود له على صعيد تغريب الشعوب لاحياء حضارتنا الانسانيه التي نتحمل جميعا مسؤوليه حمايتها وتنميتها عبر ترسيخ قيم العداله والمحبه والسماحه والاحترام المتبادل من اجل هدف نشر السلام في ارجاء العالم. ونضم صوتنا الى صوت قداستكم بان السلام هو طريقنا الوحيد نحو الامل بمستقبل امن يسوده الوئام والاستقرار. ويهمنا قداستكم بان تتعرفوا خلال زيارتكم على اهم ما تتميز به بلادنا بحسب ما توضحه شواهد اليوم كارض حاضنه للتعايش المشترك بين اتباع الديانات المختلفه حيث يتمتع الجميع وتحت حمايتنا من بعد الله سبحانه بحريه اقامه شعائرهم وبتاسيس دور عباداتهم في اجواء تسودها الالفه والانسجام والاعتراف المتبادل وهذا امر تحافظ عليه البحرين دوما من اجل استقرارها المجتمعي وتحضرها الانساني كحفاظها على ايمانها الثابت وعلى عاداتها وتقاليدها الموروثة وزيارتكم الميمونة لهي خير دليل على ما تمتاز به مملكتنا الحبيبة، ونشكر الله على نعمه الكثيرة، كما نشكركم على كريم زيارتكم، ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أحد مبادرات بلادنا دعماً لجهود السلام العالمية والمتمثلة في إعلان مملكة البحرين الذي دعمنا صدوره قبل عدة سنوات، كوثيقة تدعو لرفض التمييز الديني، وتدين العنف والتحريض، لينضم هذا الإعلان إلى غيره من الوثائق الهامة التي تسعى لذات الهدف، من أجل تثبيت مواقفنا المشتركة نحو عالم يسوده التسامح ويناضل من أجل السلام، وينبذ ما يفرق وحدته، ويهدد نهوضه الحضاري، الذي يجب أن يبقى العنوان الأبرز، والامتحان الأكبر لوحدتنا الإنسانية. إن مملكة البحرين تفعيلاً لدورها في الإسهام الفاعل نحو هذه الأهداف النبيلة لخير البشرية والأخاء الإنساني، تؤكد دوما على اهميه الشراكه الدوليه التي تعتمد الحوار الدبلوماسي والسبل السلميه كمدخل لانهاء الحروب والنزاعات وتنتهج سبل التاخي والتفاهم واحترام سياده الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخليه وفي هذا السياق ندعو الدول الكبرى إلى العمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين، كما وندعو على وجه الخصوص إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية، وبدء المفاوضات الجادة بين الطرفين، ولن تتأخر مملكة البحرين عن القيام بأي دور في هذا المجال. ونجد أيها الأشقاء الأشتق... والأصدقاء بأن مثل هذه الشراكات الدولية الفاعلة ستسهم دون شك في قيام الدول العظمى بمراجعة وتجديد التزاماتها تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتفادي التصعيد وتجنب المواجهات وبعادة توجيه الجهود العالمية للتصدي لموجات الفكر المتطرف وبالعمل المشترك والمشترك والمنسجم على معالجه اي مشكلات سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه من منظور انساني جامع يضع في اعتباره حفظ المصالح العالميه وخير الانسان واستقرار البشريه وهو ما يتطلب تحديث وتطوير النظام الدولي ليكون اكثر عداله ومساواه وانصافا لجميع الامم والشعوب. صاحب القداس، وفي ختام كلمتنا هذا، نسأل الله ان يبارك في مساعيكم المخلصه وانتم تؤدون مهامكم الجليله في خدمه البشريه، من اجل تنوير العقول، وتقويه ايمان القلوب، وبث الامل في النفوس، لتحقيق المصالحه والتقارب بين الشعوب في عالم ينعم بالامن والسلام ونستشهد هنا بقول الله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير صدق الله العظيم ضيفنا الكريم، كلنا أمل بأن تقضوا بيننا أوقاتاً سعيدة على قدر سعادتنا بمقدمكم وامتناننا بقبول دعوتنا. فمرحباً وسهلاً بكم مرة أخرى في مملكة البحرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.